لعيوني غريب، ولا صوتي غريب، ضيعني حبيبي من حد قريب. لعيوني غريب، ولا صوتي غريب، ضيعني حبيبي من حد قريب. ضيعني ولاني مرهون بيدي، ولا كلمي حكاني حكاني بعيني، وصوتنا طويل أولها عتاب، وبالدنيا البخيل كبرنا العذاب. أصوات صنعت هوية وتاريخ الأغنيات، حياكة الأرض والحب والمشاعر الحلوة. الأغنية اللبنانية بحلقة الليلة من طرب. مساء الخير. ضيفنا الليلة مشبول بالأصالة، حنجرته امتداد للسهل اللبناني، وموهبته بتشبه الأرض اللي ولد فيها. رئيس الأغنية اللبنانية ملحم زين. قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، ودقاته طولي على وقت عمري ما شوفك زعلانة. قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقاته طولي على وقت عمري ما شوفك زعلانة. ضلت حاكي ضلت حاكي، عيونك ما خلقت للبكي، بحطك ع جرحي بيطير ما بيسوى عمري بلاكي. ضلت حاكي ضلت حاكي، عيونك ما خلقت للبكي، بحطك ع جرحي بيطير ما بيسوى عمري بلاكي. يا سنة داخلك بان تسمي يا شفافة بتسمي، خلي اللولو وما كان يتعلم كيف البسمة. يا سنة داخلك بان
تسمي يا شفافة بتسمي، خلي اللولو والناكا يتعلم كيف البسمة. وضل تحاكي ضل تحاكي، عيونك ما خلقت للبكي، حطك ع جرحي بيطيب ما بيسوى عمري بلاك. ضل تحاكي ضل تحاكي، عيونك ما خلقت للبكي، حطك ع جرحي بيطيب ما بيسوى عمري بلاك. ضلّي ضلّي تحاكي، عيونك ما خلقت للبكي، حطك ع جرحي بيطيب ما بيسوى عمري بلاكي بلاكي. شكرا حبيبي ملحن، خلي قلبك نور الليلة. تسلم يا هلا سلم. فيك يا هلا فيك. تفضل ملحم زين. بالنسبة للعالم أكيد معروف شو هو، بس كمان بالنسبة لي أنا حالي خاصة. تسلم لي. حالي خاصة كإنسان، حالي خاصة كفنان، وهو ما بيشبه حدا بكل شيء قدمه. أنت من أول ما بلشت ببرنامج هوات ملحم زين كان حالي استثنائية من أول لحظة. تفاعل الناس مع صوتك، مع أغانيك، مع حضورك أنت، ولقبوك ب رئيس الأغنية. ملحم قديه حملتك مسؤولية، قديش بساطتك، بس ذات الوقت حسيت أنه في شيء أنت لازم تقدمه. صحيح. أول شيء بدي أشكرك على الاستضافة، بدي أقول لك أنه نكبر بالطلعة معك، لأنك فنان غير أنك شامل، مبدع وصاحب فضل علي أنا شخصياً. يعني من لما بلشت نامية حياتي ورد حبيبي لليوم بعضهم بكل حفلاتي وبكل برامجي. الله يخليك. تسلم لي مروان. أنا المسؤولية أكيد، أنا كنت ابن 20 سنة، كانت المسؤولية كبيرة جدا، يعني كانت أكبر مني بكثير، لأنه الناس كيف تفاعلت وكيف صار الموضوع وانطلاقتي كيف كانت غير اعتيادية وغير طبيعية، بالتالي تعاملت معها بكل عفوية وتعاملت معها مثل ما أنا يعني قررت إني ما أعمل أي شيء له علاقة بإفور ما له داعي. بقى بالتالي ضليت ماشي مثل ما أنا. يمكن نجحت لأنه كنت بهي العفوية وبهيدي السذاجة إذا بدك، يعني ببساطة تعاملت مع الأمر. والأغاني لعبت دور أكيد، سنة ورا سنة عم نعمل أغاني، الناس عم تحبها. بعتقد أني نجحت، يعني بما أني موجود بعدني لليوم نجحت أني وصل لقلوب الناس واستمر بتقديم شيء منيح. ما في شك، هو النجاح كمان هو الاستمرارية، وهو برجع بقول الهوية الواضحة. يعني أنا وقت اللي بدي أقول ملحم زين دغري بتبادر لذهني إذا بدك ثقافة معينة، بيئة معينة، شعب معين، وأنت بتمثل لبنان. يعني أنا ما بدي أقول ملحم زين صوت حلو، صوت رائع، أو صوت لبناني. ملحم زين صوت لبنان إذا صحيح بدك. هو أي فنان أو أي صوت بالعالم كله لينجح بده يكون عنده هويته، يعني ليكون عنده الخصوصية تبعه. بالتالي في كتير أصوات بتلاقيها تهبل، صوت رائع بمجد الخالق، بتلاقيه ما بضل محله. صح. يعني صح. بالتالي بحاجة الفنان لأنه يعمل شيء خاص فيه هو، يعني صح. يعمل تسمع مثلا غنية دبكة فولكلور قديم تقول والله هذا ملحم مثلا، أو هذا مروان بشيء كلاسيك حلو أو بشيء. من هيدا الحديث ملحم أكيد حنتطرق لمواضيع كتيرة، بس نروح دغري لا إذا بدك الأغنية اللي لمعت فيها بوقتها، اللي هي عندك بحرية، عندك بحرية، اللي هي لا وديع الصافي، لها صوت الجبل هيدا. وقديش بيعني لك وديع الصافي أنت شخصيا؟ بيعني لي كتير، لأنه لسبب أنا الوالد، يعني نحن البيت إذا بدك وديعي من منذ المنشأ يعني. آه. طبعا الوالد بيغني كان الأستاذ وديع، وأنا انشأت بهالبيت. كان حريص جدا الوالد أنه تعلق بوديع الصافي، محافظ الألقاب للكل، بناظم الغزالي، بهالأسماء الكبيرة، ما يروح مخي على الطقطي وعلى الأشياء اللي ما لها داعي. تشبعت بوديع كتير، بس اللي ما حدا بيعرفه أنه أنا أول ما بين صوتي كنت غني لعبد الوهاب ولكارم محمود. تمام. كارم محمود كنت حافظه عن غاية. لما صرت 16 17 18 بلش خلص، صار الصوت عم يكمل، وصار فيه يعني هاي الفترة بين
فترة محيرة بيسموها بين ولد وبين زلمي. بقى لما قطعنا 16 17 18 صار صوتي عم يبين راح على على الأستاذ وديع الصافي. بقى بالتالي له فضل كبير علي بدون ما يعلمني، يعني علمنا كيف نغني، علمنا المحبة، علمنا صحيح كيف التعاطي مع مع الفنان، الأخلاق يعني الأخلاق طيب. جدا مهمة. بقى جبل كبير، نحن تلاميذ صغار جدا بهالمدرسة الكبيرة. الله يخليك بكل العمل اللي قدمه. بدنا نسمع لوديع، يعني وقت بدنا نحكي عن وديع دائما بنقول بدنا نسمع. نسمع شو حنسمع؟ نسمع الليل يا ليلى. اوكي يلا. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الحب نحن نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. إلا إذا غنى الهوى ليلى. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى. وطيب الشوق يحملني مدى عينيك يا ليلى. مدى عينيك يا ليلى. الليل يا ليلى يعاتبني عتيبة. هيك هو مطرب كبير حبيبي. مشوارنا بأوله، أنا بوعد المشاهدين بمشوار كتير حلو بعد هالفاصل هيدا. متابع حلقة الليلة مع العزيز جدا حبيب زيد ملحم. نحن حلقتنا إذا بدك برنامجنا هو دائما تكريم لهال الكبار من ملحنين وشعراء ومطربين. حلقتنا الليلة محددة إذا بدك بشغلة كتير عظيمة اللي هي الأغنية اللبنانية وكيف تم تأسيسها. ودائما
وقت اللي بنذكر بدنا نذكر الرحابني اللي اذا بدك هيك هني ببلوك دائما وحدهم، بس كمان احيانا بيضيع حق المجموعه الثانيه اللي اشتغلت كمان كثير، على راسهم نصر شمس الدين كمطرب، زكي نصيف كمطرب وملحن، الي شويري في المون وهبي كملحن، روميو لحوت مجموعه كبيره، حليم الرومي، يعني في اسماء كثيره. صحيح. سؤالي، هالاشخاص هودي ما في شك انه قدموا هويه بلدهم بشكل فعلا عميق وبمسؤوليه كبيره، بس كمان هن تقريبا اكثريه اللي ذكرتهم هن ابناء بيئتهم وابناء اذا بدك الريف اللبناني بالاغلبيه. صحيح. قد ايه نحن قادرين بعد نغني بهالطريقه او في بديل لهالشيء؟ يعني اذا انت بدك تنقل البيئه يمكن صرت بدك تنقل بيئه المدينه او بيئه الشارع بطريقه مختلفه، بس قديش بعده ضروري الواحد يكون ابن ضيعه تيقدر يكون كمان مربوط بعده بال يعني انا على الصعيد الشخصي انا وين ما رحت باخذ الضيعه معي. يعني معروف انا ابن ضيعه بامتياز، انا ابن ضيعه ومفتخر اني ابن ضيعه لانه فعلا صحيح عطتني بشخصيتي كثير اشياء انا بحبها وبحب بحس الناس بتحبها. صحيح. يعني بتنعكس تطلع للناس بدون ما انت تطلعها، يعني لحالها بتطلع. بقى الضيعه كثير مهمه هلا كشعر مغنى للضيعه، الزمن عم يتغير يعني هلا اجباري. اذا انت تسمع مثلا اغاني الفلكلور اللي بغنيها مثلا غيبي يا شمس، علوة، يا صغيري، كذا، اغاني ضربت، بتحس الناس دائما بتترك هذا اللون فتره بتغيب عنه، بس ترجع تسمعه بتظلمه بلحظه بتلاقي هذا رجع من اول وجديد، ما بيموت يعني في ارتباط بيمرض ما بالضبط، في ارتباط غير مرئي وغير ملموس. بدنا نذكر كمان الاغاني البدويه، في البدوي كمان انا موجود، في البدوي طبعا. نحن بنذكر انه ملحم انت من البقاع، انا مش مصطار اني بعلمك البقاع اللي دائما لها هالميزه هيدي. في جدليه ملحم دائما عندنا، وهي صارت مع مطربين كبار، او انه دائما اللبناني ليش بده يغني كذا لهجه تكون موجود، وكانه هيدا شرط. انت قديه بتشوف هالشيء واقع، انه هيدا شرط انه انت تغني بالعالم العربي ويحبوك الناس بالعالم العربي انك تغني لهجات اخرى، او القصه بترجع لانت شخصيتك صوتك شو بيلبق لك بالضبط؟ هذا في كثير ناس جربوا يغنوا مصري، في كثير ناس جربوا يغنوا خليجي، هون بيتوقف على الشخص نفسه، هل بيلبق له ولا ما بيلبق له؟ يعني اول شيء انا عربي، انا يعني انا تفكيري دائما عربي، يعني انا اجيب لي غنية خليجيه حلوه بغنيها، غنية مصريه غنيت وقدمت ومصري غنيت، بس المهم انه ما يغلب هذا على الطابع اللبناني تبعك. يعني انت ما يكون اسمك مطرب لبناني والله عندك 100 غنيه في 75 منهم مش لبناني، ما بتزبط. يعني دائما خلي يكون الاساسي هو اللبناني، والطعم اشياء تانية لها علاقة بالخليجي بالمغربي بالمصري، ما في شيء بيمنع، كلهم اخواننا وكلهم حبايبنا، والكلمة الخليجية حلوة واللحن الخليجي حلو والكلمة المصرية حلوة. يعني عبد الحليم غنى يا هلي يا هلي مثلا، يعني ما كان في شيء جابر يغني خليجي. لا اللي عم تحكيه مضبوط 100% ملحم. لبنان تركيبته اذا بدك الجغرافية والثقافية عندها هالمد لبرا، يعني صحيح تسمح لنا انه نكون بعدة لهجات، بس ما في شكل واحد بس يقدم اللي بداخله بيوصل اسرع. ما هيك هم يكون صوته طاوع بيلبق له يغني مصري ويغني خليجي. صح. هذا اهم من شيء. من الاسماء الكبيره انا بحبها كثير، وانا مأكد انه انت هالقد بتعني لك، ورسمت وقتها بشكل رائع زكي نصيف. زكي الله. نصيف حاله استثنائيه الله. ما هيك طبعا. شو اللي بيميزه على السريع هيك بتحس زكي نصيف شو بتميز عن البقيه كلهم؟ خط لحاله هيك شعطه لحاله فيها الابن الضيعه طبعا، مع انه راح باتجاه كلاسيكيه وكذا، بس راح بس عنده نغمه خاصه فيه، وبتسمع بتقول هذا زكي نصيف روحه خاصه. ايه روح لحاله. بدنا نسترجع احساسه لزكي بهاللحظه. يلا نغني يا عاشقه الورد. الله مقطع من يا عاشقه الورد. يلا يا عاشقة الورد إن كنت على وادي، يا عاشقة الورد إن كنت على وادي، فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد، فحبيبك
حتى الوردي حيران أنتظر والقلب به ضجر حيران أنتظر والقلب به ضجر ما الدلة ما القمر ما النشوة ما الصغر إن عدت إلى القلق هائمة في الأفق سابحة في الشفق فهو وديع الصافي بإحساس ملحم زين زكي نصيف كمان بإحساس ملحم زين. أنا أول مرة بغني للأستاذ زكي نصيف على فكرة بس يعني فاجأتني بس إدي تطلع حلوة إدي بشبهك رائع رائع لأنه أنت طبعاً. بتغني بإحساسك دائما حبيب قلبي ومن تابع كمان بعد الفاصل ومنتابع حلقتنا الليلة من طرب. ضيفنا حكى الطبيعة بشعره بسهولة وديانة وجبالة كلماته أصيلة تدخل القلب وبتعبر عن حالتنا الخاصة. أهلا وسهلا بشعرنا الكبير طلال حيدر. هذا فيك هيدي مقدمة إذا بدك محضرة بس أنا بدي أحكي اللي بقلبي هلأ. طلال حيدر مش شاعر. أنا بحسه قصيدي يعني هي بتخلق حالك المرة تكتب حالك كل مرة بطريقة جديدة. كلام طلال حيدر هو شعر. يعني أنا منتظر اسمعك عم تحكي مش دائما أنا وقت بدي أقرأ شعر بيخد كتبك بس أنا منترك أنت وعم تحكي. شو قصة الشعر معك؟ يعني إذا الواحد بقاله طار مع الدنيا لا بيفرح ولا بيقول شيء مش بس ما بيكتب شعر مثل كأنه مرة هو نايم على الأرض. الفن بشكل عام كأنه صوت كأنه قصيدة أو نه هو آخر الحرية ما حدا واقف بينك وبين حالك أنت وقت عم تكتب القصيدة مش عم تكتبها عم تجيك. أنا بس أقول القصيدة بحس حالي عم كذب إنه هو مش شغلي. أنا وقت بستاهل يجي الشعر بيجي الصوت بيسمعني إياهن. أنا ما بكتبهم بالحبر بسكنوني وبقولهم وبيبقوا بالذاكرة. أنا ما كتبت شيء ونسيته. جمال بتحسه هو جاي من المصدر ما هيك؟ من مصدر الاشياء كلها سوا او تعبير عنه كانه الشعر هيدا حلو السؤال كانه الشعر جاي من الحزن من المأساة بالنسبه ولا جاي من الفرح بس يصير قصيده بيصير فرح الناس يعني ولذلك قلت لك مش مهم منين بيجي. يعني انا بعتقد الشاعر بس يصير صافي منتهي مشتية عليه الدنيا مغسلته مغسل روحه الله. من كل العتمة بتلاقي انه ساعتها بيستاهل يجي الشعر وبس يجي هو بيكون اول ما دوشين بشعره. بتذكر شغلي انا جاي من سويسرا على باريس وقت قاعد بهالترين ما بحس وبين سويسرا وباريس لبسوا الكفافه ومشوا ما عرفت مينهم قلت شو هالورطه ملحم عن جد قلت شو هالورطه ما عرفت مينهم هن بدي اجيب قافيه هن بلا لك هالشغله يا صبي بال ايه شوي
ما عاد رح يرجع ويقلب حاجة تاني. قلت خلص بالله خلص جاي طلعت ما بقى فيك ما فيك توقف نهر الشعب ما بقى فيك تهرب. هلا بدي اروح لملحم بدي اقول له انت بتتابع الشعر ملحم. انا مش حابب حركك اللحن. انا مش حابب احكي بصراحه يعني لا متعب. ما بدنا نقول عن استاذ طلال هيدي حاله استثنائيه بس الشعر عموما انا انا اول شيء محب جدا للشعر. انا يعني نحكي على الشعر الفصيح يعني المعلقات انا وصغير كنت اقرا كثير بس الشعر العامي اللي نحن يعني المحكي فظيع. اذا كان مثل الشعر مثل الاستاذ طلال حيدر يعني انا بتمنى انا هلا فرصه هيدي اي لياخذ لحن وكلام هلا موجود المطرب اي بدنا نستغل الموضوع ايه استاذ طلال ايه انا بشرفني والله. انا اكثر بدوروا على قصايد من الفنانين لحتى يغنوها. انا ملحي من القصايد بتدور عليه لحد الله 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 الشرف. استاذ طلال بدي بطريقتك الخاصه اذا بدك تقول لي هالاسماء اللي هن هلا اليوم كمان احنا عم نحتفل فيهم هالاسماء الكبيره شو بيتميز واحد عن الثاني اذا بدك بوصف. وديع الصافي. وديع الصافي بينظلم اذا بتقول صوت. وديع الصافي تاريخ صفحة كبيرة يعني صفحة فيها أرزة فيها نبع ماي فيها سهل البقاع فيها وطن من تاريخ لبنان اسمه وديع الصافي. وديع الصافي مش إنه مدرسة مثل هاي أنا برفض التعبير بيقول وديع الصافي مدرسة وهي مدرسة وديع. لا وديع الصافي صوته ساعة بأرجيك كيف طلع جبل لبنان من تحت المي كيف الأرض اتعمشقت على كتف السنين بأرجيك كيف الريح مسك هالثلج وصار يصفه من جبل الشمال على سهل البقاع. ما بتعرف لوين بياخدك صوت وديع. نصري شمس الدين. نصري أنت عم تسألني عن أصدقاء العمر مش هأذكر جنونهم الوجودي لأنه التلفزيونات ما بتحمله. صديق ونصري كان يعني بتاريخ الرحابني بالمسرح الرحباني ما في بطل بيموت إلا نصري البطل الحقيقي اللي مات مرات المسرحية هو عم يغني بالشام وقع على المسرح. زكي نصيف بس كلمتين يا أستاذ طلال. حرام تعتبره سكن بجسد. زكي نصيف بده كثير أجساد ليحملوا روحه الله. لأنه مش بس بالموسيقى اللي عملها هو كإنسان لآخر لحظة كان يعني ما بتعرف كأنه الضوء عم يطلع علي ولا هو عم يطلع على الضوء. الله يا أستاذ بدنا نرجع لنصري شمس الدين بصوتك ملحم. يلا شو بدنا نتذكر؟ منغني الطربوش. طربوش أين ما ردوش يلا ردوش كحلفت نسوان من بعدك محاكي الحلفت نسوان من بعدك محاكي وما قدر البعد من قلبي محاكي ألف مرة لك ألف مرة كانت محاكي تنترك بعض وبقينا أحبابي يا ضنا حالي
ودقينا ما ردوش احتدينا ما اهتموش دقينا ما ردوش احتدينا ما اهتموش تركوني لحالي لحالي غني الليالي بالليالي تركوني غني الليالي بالليالي خلوني بالعالي عالي العالي العالي ارمي 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 هالطربوش دقينا العالي 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 ارمي 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 هالطربوش ارمي 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 هالطربوش ارمي 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 هالطربوش الله بدي اقول بس شغلي انه ايه؟ بيت العتيبه الاولاني للاخ والعزيز فارس اسكندر الله بدي اوجه له تحيه اكيد وجه له تحيه كمان حبيبي. على شعره الحلو تسلم نصر شمس الدين كب الطربوش بالعالي ومن وقتها راح الطربوش وتغير كل شيء نحن هلا بزمن مختلف تماما هالاسماء الكبيره اللي ذكرناها لو كانت بزمننا كيف بيشوفها طلال حيدر شوف كل زمن في حدا بيفتح شبابيك الزمان على التاريخ وبيقول له هذا نحن وبيضيب بحاله ما تنطر بأول الزمان انك تختمه نحن هلا خليه يكتبوا صفحتهم ويعبوها لحتى الناس تشبع قراية منها يعني الصوت بغنية واثنين وعشرة بتملي زمن بس ما بتملي الزمان هالبعدين بينعدوا عدد نجوم ما بقول أصابع الإيد يعني بيعدوا عدد نجوم اللي بيطلعوا فوق بعلبك هاو بكرة بتشوفوا القمار اللي لاحقتهم لتضوي السماء كلها الله 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 قد ايه بدي اشكرك استاذ طلال وقد ايه بدي اقول لك انه ما بينشبع من حديثك بس القليل منك هو كثير بالنسبه لنا شرفتنا بشكرك على تشريفك كبرت الحلقه حبيب القلب بالعكس وحاهديكم قصيده مشتاق ايدي غمر مفتوح مثل النون معجل مثل جمله ما فيها سكون ولبن هدا والوقت ما عنده وقت ينطر حدا يمكن انا مجنون هي مثل شي خط بريشة قصب وهو مثل حرف العرب مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة وبالفتحة هرب بس يكتروا بباله بيصير واو ونون بس يسكن بحاله بيصير همزة أو بيصير سكون الله 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 يا أستاذ الله بدنا نختم هالفقرة بكمان كبير من الزمن الماضي والحديث كان وخسرناه مش من زمان ملحم بركات وانا بعرف قد ايه
مثل ما نحن بنحبه وانت بتحبه، كان لك عملين كمان. صحيح. شو بتقول عنه على السريع لملحم بركات؟ ملحم بركات الطيبي، يعني انا ما بنسى اللي صار انا وياه بقطر سابقا، يعني صار في مشكل كبير انا وياه. انا كنت كان الاستاذ طلال. صحيح. كان مصلح ولا كان شو؟ لا اكيد دائما دائما مصلح الاستاذ طلال. والله هو اللي بادر، يعني بصراحه هو اللي بادر وقال لي اطلع على الاستوديو اسمع الاغنيه. ما بدل الا على طيبه قلب وعلى هيك سمحه موجوده فيه، ومعروف كان مثل الطفل، يعني كان يزعل لأنه حقيقي يزعل بدقيقه بالضبط، لانه عفوي بيتعاطى مع الامور مثل ما هي. تركنا بكير كثير ملحم بركات، ترك تاريخ حول استطلال صفحات كبيره من التاريخ الفني ما حد غيره. هذا بيعوض دائما طبعا. ملحم بدنا نكرم ملحم بركات بصوتك الليله. شو حنسمع؟ منغني يا حب اللي غاب. الله يرحم ابو مجد. شكرا. نتابع هالحلقه الرائعه والقسم الاخير بعد الفاصل. منتابع حلقة الليلة من طرب وضيفنا رئيس الأغنية اللبنانية ملحم زين. ملحم، نحن بكل حلقة نستضيف موهبة، خلينا نشوف مين موهبتنا الليلة. اسمي خير الدين حلاوي، عمري 23 سنة، من سكان بيروت. أول مرة غنيت فيها كان عمري 10 سنين. أول غنية غنيتها للموسيقار ملحم بركات على بابي وقف أمرين، والليلة كتير مبسوط إني حشارك بحلقة طرب مع مروان خوري. خير الدين، أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك استاذ مروان. عرفنا انه هالقد بتحب مطرب اكبر معجبين استاذ ملحم. تسلم. شو بدنا نسمع؟ بدنا نسمع شو جابك احينا لملحم وقبل يلا. موال صغير يلا. اوكي كلنا سمع. يا سمعنا. على الطاير إزار امشك وما عليه، لعطيك قلبي وما لاقي، هالمالي بالدنيا وما لي إلا عالبعد لحظة غياب. شو جابك عحينا يا صغيري لك، شو قيادك عندنا يا صغيري لك، شو جابك عحينا يا صغيري لك، شو قيادك عندنا يا صغيري. وعملتي اسم كبيري جهلتي كل الجيري، وعملتي اسم كبيري جهلتي كل الجيري، ما خليتينا ننام يا صغيري يا صغيري، ما خليتينا ننام يا صغيري يا صغيري، ما خليتينا ننام يا صغيري يا صغيري. حلو. خير الدين. حلو ملحم، شو رايك؟ حلو حلو. اكيد الخوف بيلعب دور. ما في شك ما في شك طبعا، بس صوت حلو، في صوت لبناني ونكهه جديده بالضبط. بتحس في صوت لبناني ملحم؟ فينا نقول في صوت لبناني مثلا؟ طبعا في خامي هيك لكني قصدك لكني. ايه ايه الهانك
مظبوط. ايه طبعا موجود له تبع ولا اكيد خير الدين هانكو لبناني بيور والعتابه يلا بالتوفيق ان شاء الله خير يا الدين ونتمنى لك نجاح ان شاء الله يعطيك العافيه. تسلم لي حبيبي ملحم. ما بدي اعبر عن فرحتي، بعتقد بيني على وجهي. الله يخلي لي قلبك، انا اتشرفت وانا اللي كبرت بحلقه معك. الله يخليك ملحم، وانت بترفع الراس يعني حبيبي. انت بس نذكر اللبناني الفنانين مروان خوري على راس الليستة مثل ما بيقولوا. الله يخليك يا ملحم حبيبي. وما بدي شو بدي اتمنى لك النجاح اللي انت فيه دائما، وانك فعلا ضلك حامل بصوتك هالهويه ان شاء الله ما حنتركها ابدا. نحن التقينا بعملين وقلنا زمان بقى لازم نوعد المشاهدين. لازم اكثر من ضروري، اكثر من ضروري. يعني انا عم بطلبها منك، ان بعرف انت مشاغلك كثير ودائما انت حساس جدا، انا بفهمك. انا حريص يعني جدا، يعني حريص وحساس، يعني بدك شيء فعلا يلبق صحيح لتتعامل مع هالشخص او مع الفنان. ان شاء الله انا بتمنى انه نلاقي هالشيء ونقدر نتعاون جديد عن جديد ان شاء الله. هلا بدنا نستفيد بوجودنا هلا، لكننا قدمنا ديو غنائي، اذا بدك نقدم ديو انا وياك. ايه بنغني يلا باغنيه ردوا حبيبي. ردوا حبيبي يلا. جاهزين؟ السهر ردوا حبيبي قلبي عغيابه بعده حسابه مجروح وناطر ناطر عبوابه مشتاق البسمة بسمة من شفافه مشتاق نسمي غلت بتياب قلبي عحسابه بعده عحسابه مجروح وناطر ناطر عبوابه مشتاق البسمي بسمي من شفافه مشتاق نسمي غلت بتياب ردوا اللي كان بهالعمر هو الحلو هو العمر يغمر على قلبي أمر ردوا حبيبي بقدم انا عمري له يرضى علي الحلو عمري انا ما بزعل والله حبيبي ردوا اللي كان بهالعمر هو الحلو هو العمر يمر على قلبي امر ردوا حبيبي قدم انا عمري له علي الحلو أحلم بمبارح عالوعد وناطر يجبر الخاطر إلو من فارق من اليوم ورايح البعد الجارح خلاني سارح عم حاكي خيالي أحلم بمبارح عالوعد وناطر يجبر الخاطر إلو من فارق من اليوم ورايح هو الحلو هو العمر يغمر على
حبيبي بقدم انا عمري له يمر علي هالحلو امزعله والله حبيبي عارف اللي كان بهالعمر هو الحلو هو العمر يمر على قلبي امر ردوا حبيبي بقدم انا عمري له يرضى علي هالحلو عمري انا ما بزعله والله حبيبي. حبايبي كتير منودعون وبيبقوا حوالينا بأغنيات ولحن وصورة ومهما عدروب الهوى مشينا منلتقي فيهم كل مرة نسترجع فيها أغنياتهم. عدنوا بالهوى وبالهوى سوا تلاقينا